تواصل وحدات الحماية المدنية بولاية شلف رفقة متطوعين شباب عمليات البحث عن المفقود نصر الدين صاحب 16 سنة من حي الشقة الذي قصد الشاطئ المركزي للاستجمام. عملية البحث لا تزال مستمرة في يومها الرابع، غير أن انعدام الرؤية وارتفاع موجات البحر صعب مهام مصالح الحماية المدنية. تغطية في الموضوع لرشيد مشور. الناس اللي يمر نحوسوا عليه، اش نقول لكم خاوتي، احنا نطلبوا من ربي نسيبوه ونطفوا الجمره تاع عمو هذه. يا اخو شوفوا في يماه، اليوم عندنا ثلاث ايام، عندها اليوم ثلاث ايام هنا في رافلاج ما راحتش. فوت رمضان فما عنده اختو جا الحق اللي هنايا، روحوا للبحر، روح كذا واحد من صغير وشا يعرف الدواء للبحر. ها رانا نشوفوا بعيني دوك كي تهضروا، ولا خليه وش او شنو نطلبوا من جماعه اللي تسحب الميدراجور. على كل حال بارك الله فيهم، سحبت الناس بارك الله فيهم. ايسي دو روتروفي اون بيرسون ديسباري. Les opérations sont difficiles, s'il y a de la houle, il y a peu de visibilité. Mais alhamdoulilah qu'il y a une belle organisation, qu'il y a les pompiers qui sont présents et la marine. Inch'Allah, demain on recommence et on va avancer pour trouver. Le bahar mazal ma sfach mlih, bsa hna rana hin nrouhou kaع lbra inch'Allah. Ndourou kaع bra m le port, rayhin nqعدou balak wahed sa'atin wala sa' hta lmaghrib wnaoudou nrjou inch'Allah. Mndou lwahlati loula عن الإعلان عن الغرق، تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية للوحدان البحرية بتسخير 12 غطاسا مجهزين بكامل الوسائل المادية للغطس، وقاموا بتمشيط كل المنطقة التي كانت محل الغرق.